الفنانة السعودية يامور تعلن طلاقها من الممثل القطري محمد أنور بعد زواج دام 5 أعوام. وإليكم السبب الحقيقي وراء هذا الطلاق. أعلنت الفنانة السعودية يامور انفصالها عن زوجها الفنان القطري محمد أنور بعد زواج دام 5 سنوات وأسمر عن طفلها. قالت الفنانة يامور في حسابها عبر الإنستجرام: بكل قناعة ورضا وتفاهم تم انفصالي من محمد، كل الخير والسعادة أتمناها لصديق الفنان محمد أنور. حيث رزقت الفنانة يامور بطفلتها الأولى من زوجها محمد أنور في ديسمبر 2019، وكان لها تصريحات لافتة بعد ذلك بعد أن وضعت طفلتها تلمح إلى أن العلاقة الشخصية بينها وبين زوجها ليست على ما يرام، عندما قالت أن زوجها منعها من تسمية طفلتها وأطلق هو عليها اسم ماريا. آخر عمل فني جمع الفنانة يامور وزوجها هو مسلسل العمر مرة الذي عرض العام الماضي، وأكدت يامور حينها أنها اضطرت إلى المشاركة في المسلسل بعد إصرار من زوجها رغم رفضها بسبب التفرغ لطفلتها. ومن المفارقة أنها ظهرت في المسلسل بشخصية تعاني من تعنيف زوجها الحقيقي الفنان محمد أنور لها ضمن أحداث المسلسل حيث يشاركها بطولته. وأكدت الفنانة السعودية في ذلك الحين أنها لم تكن تنوي المشاركة في المسلسل بعد أن وضعت طفلتها، لكنها استسلمت لإلحاح زوجها وقررت النزول عند رغبته بالعمل معه في المسلسل، خاصة عندما علمت أن شخصيتها في المسلسل تدور حول معاناة زوجها تتعرض للتعنيف والاضطهاد على يد زوجها. تزوجت الفنانة السعودية يامور من الفنان القطري محمد أنور في الأول من أكتوبر 2016، وذلك بعدما شارك سويا في بطولة مسرحية طار الوزير الذي عرضت في 6 يوليو عام 2016، وكانت من إخراج فهد الباكر. وأخيرا تعلن الفنانة السعودية يامور طلاقها من زوجها الممثل القطري محمد أنور.